بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هنبدأ في أول فيديو من فيديوهات الماتيريال، وأول ماتيريال هنتكلم عنها أو أول ماتيريال هنبتدي إن احنا نعملها الماتيريال بتاعت الستارة. تعالوا كده أروح للستارة. أنا الأول كنت الستارة دي داس عليها رايت كليك وقايل له أوبجكت بروبرتيز، وكنت شايل علامة الصح من على الريندر علشان ما تبانش معايا في الريندر. أنا جيت فعلت علامة الصح وجيت سميتها كيرتن لان انا عامل اوفر رايد للماتيريال بتاعي، وهقول له ريندر سيت اب وابتدي ان انا اشيلها من الاوفر رايد. هاجي من في ري جلوبال سويتشز واقول له اكسكلود، واجي اختار من هنا كيرتن مثلا على فرن هي دي، واروح جاي عاملها هنا. انا كنت جاي موديها هنا، تعال راجع فلور كيرتن اهي، وبعد كده ادوس اوكي. طيب تعالوا نقف، انا كنت حاطط كاميرا هنا. تمام كده اهي، واتاكد ان انا برندر في الكاميرا دي. تمام، وبعد كده اروح جاي عامل اشغل الاكتيف رندر. طيب هو الاكتيف رندر ابتدى اهو. اول حاجه اعملها بس عشان خاطر الحرق بتاع الاضاءه اللي موجود عندي هنا، فانا هاجي على الاكسبوجر ده واقول له قلل الهايلايت بيرن وقلل الاكسبوجر شويه بالشكل ده كده، بحيث ان انا اقدر اشوف الستار بتاعتي. والحاجه التانية اللي انا هعملها شفاف، فلازم يكون في حاجه وراها عشان اقدر ان انا اشوفها. تعالوا كده اقفل بس دي، واجي من تحت هنا اقول له اوربت كاميرا. ألفها كده شوية، أزوم وأجي كده. بالشكل ده علشان أقدر إن أنا أشوفها. طيب أول حاجة بقى هعملها إيه؟ إن أنا هبتدي أروح أديلها ماتيريال. تعال نجيب دي كده، أفتح الماتيريال إيزر، اروح جاي رايت كليك ماتيريال في ري في ري ماتيريال، ودبل كليك على الماتيريال عشان خاطر افتحها، وهاجي من هنا رايت كليك وانا عامل سيلكت عليها واقول له اساين ماتيريال تو سيلكشن عشان اتاكد ان هي نزلت عليها. هفتح الديفيوز واغير مثلا لون، اخليه لون احمر بالمنظر ده. تمام كده. طيب هفتح بقى الماتيريالز بتاعتي اللي هي فابريك 2 ماتيريال دي. ولازم يا جماعه احنا شغالين على ماتيريال لازم يكون الريزوليوشن بتاعها عادي. يعني ايه؟ يعني بصوا كده، لو جيت وقفت عملت سيلكت على دي هلاقي الحجم بتاعها 9 ميجا. اسحبها كده، هنا دبل كليك عليها، وبعد كده الصورة عامة لما بتدخل في برنامج 3 دي ماكس بيكون فيها حتة بلور، فأنا هدوس دبل كليك على الصورة وأجي هنا على القيمة دي أقللها، إن أنا أدوس رايت كليك على السهم ده فبيجيب لي أقل قيمة للصورة، وبعد كده أجي أسحبها أحطها هنا في الديفيوز بالشكل ده. طيب أقول له شو شيدد اظهرها لي. بصوا كده، تعالوا جيت زومت باينة معايا بالشكل ده، طبعا مش مظبوط السكيل بتاعها، فانا هاجي بدل ما اعمل يوفي دبليو ماب هدوس على الماب نفسها وهقول له خلي لي التايلز بتاعها يبقى مثلا 20 في 20 علشان تبقى اصغر. تمام كده بالشكل ده. طيب بعد كده هعمل ايه؟ اي ماتيريال في الدنيا بيكون فيها نسبة ريفليكشن او نسبة انعكاس، فانا هاجي من هنا من ريفليكشن اقول له مثلا خليها تبقى 10، واجي على ريفليكشن جلوسنس واقول له خليها لي تبقى 5 من 10، يعني المفروض ان هي ما فيهاش لمعة اصلا يعني. طيب الحاجة التانية بعد كده ان انا هاجي اديلها بامب. اديلها بقى بامب ازاي؟ هروح افتح مثلا صورة زي دي اللي هي ابيض واسود،
بالشكل ده واسحبها هنا، دبل كليك عليها برضو اشيل البلور. وفي حاجة بقى، طالما انا مش مدي UVW map ومعدل في التكتشر بتاعت الصورة، فعشان دي كمان تظبط معايا لازم اعدل في التايلز بتاعها. يعني هنا كنت مخليها 20 في 20، هاجي على التايلنج هنا برضو اقول له 20 في 20 بالشكل ده، واقول له اعملها لي بامب. دوس رايت كليك واعمل ريل زوم عشان ازوم عليها. طيب البامب بتاعه ممكن يكون عالي شوية، فانا هاجي من هنا من مابس واخلي ان البامب ده يبقى 1، حاجة بسيطة جدا. طيب الستارة بقى، ايه الحاجة اللي هتخليها شفافة؟ ممكن حد يقول ريفراكشن، بس الريفراكشن ده انكسار الضوء، بستخدمها على الحاجة اللي بتكون واخدة ازاز. انما انا كل اللي هعمله ان انا همسك المابة دي برضو اللي هي ابيض واسود، واروح جاي حاططها في الاوباستي، اقول له انستنس. بالمنظر ده كده الستارة تمام بقت شفافة معايا. لو جيت بصيت هنا، جيت عملت اوربت للكاميرا، هلاقي ان هي مبينه لي لورا. بالشكل ده كده. طيب تعالوا نوقف الكاميرا اللي هي السي 1 اللي انا كنت عاملها في الاول خالص. هبتدي رندرها لي اهو، ده الإضاءة اللي جاية من هنا. هتأكد بس ان الإضاءة متأثرتش، الإضاءة بالذات اللي هي اللي عندي دي. تمام كده. وبكده نكون خلصنا الخامة بتاعت الستارة. الفيديو الجاي ان شاء الله هنتكلم عن الخامة بتاعت الأرضية. كان معكم مهندس أمير، شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.